يا انا يا انا يا انا يا انا بحبيبي اموت انا، بموت انا بحبيبي علشانه اموت انا. الف ألف. اوعى تصدقني نلتلك شلتك من بالي، غالي وعلى قلبي بتضلك يا حبيبي يا غالي. ثلاثة اثنين اثنين إلا واحد، خسرت. برافو الي. أنا دايما بربح بسوق أوقات عن على جد؟ فكرة. ماشي، ربحتي هذه الفقرة. أوكي هلا في الفقرة الثانية لنشوف إذا حعوض ولا لا. يلا ماشي؟ ماشي يلا خلينا نقوم على الفقرة الثانية. أوكي يلا. استكشف أماكن المذاق على الخريطة واكتشف أشهى مأكولات بي دي أو بي جي آي. مرحبا، اليوم رح نعمل سلطة ورح نعمل الصلصة مكونة من مجون دبروني توبولوفاني بي جي آي. خلينا نشوف طريقة التحضير. أول شي رح نبلش بالصلصة. مجون دبروني توبولوفاني بي جي آي انعملت الوصفة والتقنية من 1914 وما فيه أبدا مواد حافظة ولا سكر حتى، كله من مواد طبيعية. نرجع منضيف خل البلزميك، ملح والبهار الأبيض، حصتهم نخلطهم. هلأ منرجع منضيف زيت الزيتون شوي شوي، وهلأ منزيد الماء ونرجع منضيف زيت الزيتون، وهيك بتكون الصلصة جهزت. أول شي منجيب الأفوكادو، أهم شي وقت الواحد يشتغل مع الأفوكا يدهنه بحامض مشان تيضل لونه حلو ما يسود. حط الخضرة، نرجع منزيد الشمندر والكرامبري، الصنوبر والمكسرات، آخر شي البصل الأخضر والأفوكا. وهيك بتكون خلصت السلطة تبعنا لليوم. صحتين. حملة ترويج دعائية ممولة بدعم مقدم من الاتحاد الأوروبي. ما يدور في العالم ليس بعيدا عنك. الأخبار لحظة بلحظة. القصة بأبعادها المختلفة. الموضوع بتفاصيله الدقيقة. نرصد ونحلل ونناقش. العالم بصورته الكاملة على أخبار الآن. ضيفتنا لليوم هي صانعة محتوى عراقية تعشق مجال الموضة والجمال، وبتتميز على السوشيال ميديا بشخصيتها المرحة وفيديوهاتها العفوية مع اخواتها. هلا مجهزت لك اسئلة على هذا تخوف انت واسئلتك يعني لازم تحضرها قبل الشهر. يا جماعة مريم كثير سريعة، اسم الله سحة البديهة. قلبي بوم بوم بوم. كتبوا يا جماعة. احبكم ولو ما انتم ما اوصل هذا المكان. حلو الجو. ايه صرت رقتي ونهارك صار حلو. انت يعني هلا يومين ماي داي وبحس هيك هيدي ثيرابي. هلو
حسك ثيرابي القعده هون بهيك منظر وهيك روح. وحلو الغنى بهيدي الاجواء طبعاً. بالطبيعه بضل غني كل الوقت حتى ماشي اوكي. هلا الفقره في اربع اغاني انا اخترت لك اياهم وانت بدك تختاري لي اربع اغاني اوكي، وفي الجيتاريست معنا عبد حيعزف مقطع من الاغاني اللي انا اخترتهم واللي انت اخترتيهم لنشوف اذا حنحزرهم. اوكي مستعده لهالتحدي كمان؟ اكيد مستعده. يلا ماشي تفضل. قليل ما بعد ما ربحتيني بالفقره الاولى، هلا نشوف الفقره الثانيه شو حيصير. الله يستر. اوكي مثل ما قلت لك انت هلا حاعطيكي ورقه تكتبي اربع اغاني وتعطيهم بليز لعبد. اوكي هاي عبد مريدي وبده يعزف. الله يساعده عبد شو بده يتحمل. لا نشوف هلا بده يعزف هو اول مقطع بدنا نعرف الغنيه. اوكي اوكي اوكي